طيب. علشان ناخد برضو ايه الموضوع كده من وجهة نظر مختلفة. معانا دلوقتي على التليفون أحمد نادر، هو موزع موسيقي وكمان مهندس صوت، وأكيد في تفسير للموضوع ده نفهم منه بقى أكتر. ازيك يا أحمد؟ ازيكم، عاملين ايه الأخبار؟ الحمد لله الأخبار. أحمد، قبل ما ندخل في أي تفاصيل، سمعتها إيه، ياني ولا لورل؟ هي لورل، وهو صح لورل، يعني إيه عشان بس نحسم الجدل. ايه ده، ايه ده، في ايه؟ على طول. هي لورل حسنها. وهو يعني بعد بحث، فهم الناس نفسها بتقول ان التسجيل الحقيقي لورل مش يان. بس هي بقى الفكره ان في ناس بتسمعها لورل، في 53% من اللي سمعوها سمعوها لورل، وفي 47% من اللي سمعوها سمعوها ياني، وده لاسباب كتيره جدا. صح، قول لنا بقى. هو مبدئيا الاكوستكس او الفوناتكس او الابعاد الصوتيه او المخارج الصوتيه للكلمتين قريبين جدا من بعض، رغم ان الحروف مختلفه. لكن لما جم يحللوا الويف فورم او شكل الموجات الصوتيه وشكل الكلمه نفسها بعد ما تم تحليلها، فلقوا ان الكلمتين متقاربين جدا كشكل. يعني احنا لما بنيجي نسجل بيبقى في حاجه اسمها ويف او موجه صوتيه تبقى شبه رسم القلب كده. تمام. فحرف الفه ليه شكل، حرف البه ليه شكل، وهكذا. طبعا في الانجليش البي والكلام ده كله. فالكلمتين لما تسجلوا جنب بعض لقوا ان الويف فورم شكلهم متشابه، ده مبدئيا. ثانيا وهو الاهم، ان هو يعني من اللي انا سامعه هو التسجيل واضح ان هو مش هاي كواليتي قوي. يعني هو واضح ان التسجيل في حواليه زي مش هنقول ان هي بيئه غير معزوله، فبالتالي الحاجات اللي حوالين الكلمه نفسها او احنا بنسجلها، المحيط بتاع التسجيل ما كانش معزول، فبالتالي الكلمه طالعه فيها جزء من التشويه، فانت بتسمعها دقيقه زي ما هي متقاله. تمام. فبالتالي ممكن يحصل ان حد يسمعها بشكل مختلف. ثالث حاجه، ان هم بعد دراسه قالوا ان الاصغر سنا بيميلوا ان هم يسمعوها ياني، والاكبر سنا بيسمعها لورد. لان يعني الحمد لله صغيره، يعني مش هندخل في تفاصيل، كمل يعني. بالظبط، يعني مش هنخش في تفاصيل. فهي الفكره كلها ان لما بتعلي الحاجه اسمها الهاي فريكوينسيز او الترددات العاليه، هتلاقي نفسك سامعها ياني. لو هتسمعها بترددات منخفضة هتبقى لورل. فدايما الأكبر سنا بيسمع الترددات المنخفضة أكتر من الترددات العالية، والعكس. الأصغر سنا بيسمع الترددات العالية أكتر من المنخفضة. اللي هي يعني اللي بيسمع اللي هي لورل ولا ياني؟ هي لورل، هي اتسجلت لورل. طيب أحمد، اللي بيسمعها ياني ده معنى كده إن هو بيسمع أحسن، ولا هي ملهاش علاقة؟ لا لا، ملهاش علاقة. أنا ممكن أسمعها على جهاز مثلا كمبيوتر لورل، وعلى جهاز تاني ياني، لان الجهاز الثاني فيه الموجات الـ او الهاي فريكوينسز او الترددات العاليه اعلى. يعني مثلا اللابتوب ما بيبقاش فيه بيز اللي هي الترددات المنخفضه، فبالتالي ممكن اسمعها ياني. تمام. لكن لو انا بسمعها مثلا على استوديو مونيتورز او سماعات بتاعه استوديو، فبالتالي هسمعها مثلا دقيقه لورل. ممكن على حسب حالتي، يعني انا مثلا لما الشخص بيكون مش نايم بيسمع الترددات العاليه اكتر من المنخفضه، انا ممكن لو مش نايم اسمعها ياني. وهكذا. فهو هو لا، هي الكلمه لورل، ولكن زي ما قلنا ان في عوامل كتير جدا ممكن تخليك تسمعها ياني. زي برضو من فتره كده كان انتشر الفستان هنتكلم عليه دلوقتي. هنتكلم عليه دلوقتي. طب احمد، برضو في يعني كان من ضمن الباحثين برضو قالوا ان في يعني واحد اسمه أليس قال ان المفروض الكلمه الرئيسيه اللي هي لورل يعني اللي موجوده وراها بصوت واطي قوي موجود ياني، فاغلبيه الناس بتسمعها لو على حسب زي ما انت قلت بقى، يعني الدماغ على حسب الكواليتي بتاع الصوت ايا كان ايه، بس الكلمتين مع بعض، هل انت تتفق معاه ولا تختلف؟ هو انا كنت قريت حاجه شبه كده على الموضوع ده، وبرضه انا مش متاكد، يعني برضه انا محتاج ادخلها على برنامج الهندسه الصوتيه بتاعنا ونعلي الترددات العاليه علشان نسمع هل ياني هتبان ولا لا. يعني الموضوع محتاج يتعمل تجربه. صح. عشان نتاكد، طالما الشخص اللي سجلها او الانسان اللي عمل الموضوع ما اكدش هو عمل ايه، يعني هو المفروض يفهمنا بدل ما احنا متسوحين التسويح. اصل هو كمان قال ايه، بص قال كده بالظبط، انه الصوت الاصلي هو يعني، وهو الصوت اللي متقال بترددات مصنوعه بشكل اعلى ومصطنع، لكن ترددات لورل يحتمل تكون منخفضه شويه، وده اللي تمت ملاحظته لما اتنين من نفس العمر سمعوا الصوت ده وقالوا اجابات مختلفه. اوكي. يعني ان هو مش شرط يكون بالعمر، بس الفكره كلها في الترددات. الموضوع محير قوي، بس احنا قاعدين في وقت فراغ. هو الفكره كلها ان يعني هو القضيه بتاعت لورا الوياني دي كانت اصلا من سنتين، يعني هي ظهرت تاني للسطح اليومين دول وبدات تنتشر، وهي طبعا الناس عشان قاعدين الفضا وحش يا احمد، فكله بقى بيقلب في دفاتره القديمه طبعا، هو اللي شوف بقى، بس اللي هو يلا يا جماعه نتخانق بقى، عاركني، فهو لورا ولا ياني بقى.